انا كده حطيت مجموعه التوابل على بعضها اللي هي ملح، توم باودر، بصل باودر، كاري وجنزبيل، وهنحط شويه فلفل اسود. يبقى كده هي دي التوابل اللي هتبل بيها صدر الفرخ بهذا الشكل. خلاص كده دي اول حاجه معايا. وبعد كده هروح جايبه بلانشه وسكينه، بسم الله يلا بينا عشان نشوف هنفتح صدر الفرخه ازاي، وده الاصل معايا عشان يطلع معاكي ناجح ان شاء الله. ادي صدر الفرخه اهو، ده شكله انا شارياه كده سليم اهو زي ما هو، بشيل الحته دي تمام وهركنها عشان دي هعمل بيها وصفه دلوقتي، وهظبط بقى اي حاجه عامله كده زياده، كل الزيادات دي هتتشال اهو كده. وبعدين بص بقى يا سباعي عشان اللي جاي ده مهم جدا، ادي اهو يا جماعه صدر الفرخه، مفيش تحت اهو مفيش زيادات، الصباع اللي بيبقى موجود ده شلته، وبروح عامله الصدر كده وبدوس عليه بكف ايدي، وباجي هعمل طبقه بانيه رفيعه بس مش للاخر، مش هتتفتح للاخر كده. بصوا ماشيه اهو بالسكينه، وقبل الاخر بروح فتحاها كده كده اهي. طيب هنا تخينه وهنا رفيعه، هروح قلبه صدر الفرخه بالشكل ده، واروح جايه هنا بقى التخينه دي هروح عامله طبقه بانيه تانيه برضو بكف ايدي ادوس عليها، واروح ماشيه بالسكينه كده قبل الاخر بشويه وافتح بالشكل ده. شايفين بقيت عامله زي الجناح ازاي عندي اهي، اتفتحت كده اهي يا عم سباعي. حاضر ماشي اهي بالشكل ده، عملت لها جناحين كده على الجنبين، طولت حته صدر الفرخه وعرضته ورققته، ولسه هرققه اكتر دلوقتي لما اجي ادق. خلاص ادي واحده، الثانيه معلش يا سباعي هنستنى شويه. بصوا اهي ده الصباع اللي بيبقى تحت ده هيتشال بالشكل ده كده، طبعا مش هيترمي احنا محتاجينه كمان شويه، اي زيادات بشيلها مفيش زيادات، هروح جايه هنا الحته التخينه ادوس بكف ايدي واعمل طبقه بانيه مش للاخر مش واصله للاخر كده، بفتحها كده واروح قلبه الصدر الناحيه دي، بقت عندي دي التخينه اروح عامله منها طبقه بانيه تانيه برضو مش واصله للاخر اهي بالشكل ده. شايفين الجناحين؟ الصدر التخين خليته عرض ايه؟ اهو. وعايز بقى دلوقتي لازم يتدق كويس قوي، هندقه مع بعض. هكسر كده او هفدغ صدر الفرخه، بحط عليه كيس او استريتش ده اساسي معايا، وبالراحه خالص بضرب الانسجه بدبلها، وبخلي حته الفرخه صدر الفرخه تكبر اكتر معايا بالشكل ده. كل حته تخينه كانت في السكينه ما عرفتش ارفعها هرفعها عن طريق المدقه او ايد الهون. بصوا بقى هاجي على الحروف هنا هدقها بطريقه معينه من جوه على بره يعني كده عشان ما تتقطعش، وفي نفس الوقت ده انا بمشي مع الانسجه في اتجاه الانسجه اهي كده. خلاص شكرا ليها اهي، شايفين شكلها بقى عامل ازاي؟ طريت خالص وتستوي معاكي اسرع وتبقى زي العسل ان شاء الله اهي يا سباعي. تمام دي اول واحده هركنها، واروح عامله الثانيه نفس الحكايه، ونكلم مها. يا مها الفل يا شفاهه، يا صباح الهنا يا صباح الكرب البلو. بتقرا افكارنا النهارده والله. ايه كان نفسك تعمليه؟ لا كنت هعمل شيش طاووق ومطلعه الصدور وجايه انا اعمل بقى الكرب. يلا يلا خشي على المعمل على طول. على طول الواحد بيغير الاتجاه على طول. يلا بينا عشان تنزلي احلى تطبيق ان شاء الله يا حبيبتي. تسلم ايديك يا رب كده وعينيك، وحلوه بتاع الطواجن كانت جميله جدا امبارح عجبت الولاد. ايه رايك؟ انهي نوع عجبكم اكتر؟ احنا عملناها باللحمه المفرومه. حلو. بس جميله جدا يا شيخ. الف هنا وشفا. الدقه دي بقى اللي بتتحط شفتي؟ خطيره.
حاجة من الآخر كده يعني. يا رب يخليكي حاجة كده زي العسل من إيديك يا مها والله. الله يخليكي، لا ده البركة في حضرتك، في ربنا وفيك يا الله يكرمك، الله يكرمك يا حبيبتي. تعيشي صباح الهنا وسلامة لكل الكاست واحد واحد. الله يكرمك يا حبيبتي، صباح العسل عليك يا حبيبة قلبي. كده أنا خلصت الاثنين، ماشيين مع بعض خطوة خطوة وواحدة واحدة عشان توصلي الكوردون بلو فوق الممتاز إن شاء الله. هعمل إيه بقى؟ هشيل كده الاثنين دول وهشيل البلانشة وهجيب استريتش بقى عشان أشتغل عليه، ولا خلينا نشتغل هنا، خلينا نشتغل عليه. نجيب الاستريتش تاني ونجيب المقص. قولي يا سباعي مين معانا؟ يا رانيا أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك يا مهال. إزيك يا رانيا؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما بخير يا قمر. الحمد لله ان شاء الله. المهم انا عايزه اشكر حضرتك يعني حاجات الحلوه اللي بتعملها لنا. ربنا يخليكي يا رانيا. والله يعني مش عارفين نقول لحضرتك ايه. ولا تقولي اي حاجه، وانا تحت امركم زي ما انتم عايزين. ربنا يخليك. تعيشي يا رانيا، تعيشي يا قمر، اشكرك. نفرد بس الاستريتش كده كويس اهو، وبعدين هروح واخده اول واحده بسم الله، حطاها على الاستريتش كده هنا على الحرف، وبعدين هتبلها بالخليط اللي احنا عملناه اللي هو ملح، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر، كاري، وجنزبيل. وقلت لكم الجنزبيل في اي نوع فراخ بيبقى فوق الممتاز. شايفين لما بتبلها بعملها ازاي عشان تشرب التتبيله بتاعتي كده اهي. هنا بقى في تكايه مهمه، هبتدي اعمل الحشوه بتاعتي. انا كده تبلتها خلاص. الحشوه بتاعتي اتفقنا ان هي لانشون وجبنه شيدر وموتزاريلا، وتقدري تغيري زي ما انت عايزه، شيلي وحطي زي ما انت عايزه، الاصل بس هو اللي واحد. لازم الف الحشوه لوحدها الاول. ادي اللانشون، ادي قطعه الشيدر معانا، شويه موتزاريلا في النص كده خلاص. وبعدين هروح واخده الحشوه لفاها هي الاول، وهقول لكم ليه دلوقتي. ادي الحشوه اتلفت اهي على بعضها الاول، وبعدين اروح واخداها هنا وهلف عليها الفراخ عشان الفراخ رول الفراخ هو اللي يبقى بره متعرض للحراره والزيت وتستوي بسرعه واطمن ان الفراخ استوت. لكن لو فردت الحشوه ولفيت كله في بعضه انا مش ضامنه ان الفراخ اللي جوه اللي هتبقى جوه الرول النار توصل لها كويس وتستوي معايا القلب يستوي زي الحرف ولا لا. لكن انا كده هخلي كل الرول ده الرول اللي بره كله الفراخ عشان اتاكد ان هي استوت. ابتدي الف عليها بالراحه خالص اهو كده وبالراحه، ان انا طبعا دقاها فناعمه خالص معايا كده. مين معانا يا سباعي؟ قول لي تاني. ام عبد الله اهلا وسهلا. يا ام عبد الله. الو، ازيك يا ام عبد الله؟ الله يسلمك يا مش عامله ايه؟ عامله ايه يا قمر؟ انت عامله ايه؟ وحشاني. الحمد لله بخير يا حبيبتي، تعيشي يا قمر. احلى شيء في هاله في الدنيا. الله يكرمك يا ام عبد الله. عامله ايه يا حبيبتي؟ ربنا يبارك فيك يا رب ويديكي الصحه. تعيشي، الله يكرمك يا رب. اشكرك حبيبتي، اشكرك. الله يخليك يا حبيبتي، بحاول والله دايما اكلمك بس الحظ بقى. طب الحمد لله النهارده اهو سمعنا صوتك. الحمد لله. انا فرحانه والله مش مصدقه ان انا بكلمك. حبيبه قلبي يا رب كده دايما معانا على طول يا رب باذن الله. اشكرك يا ام عبد الله. بصوا بقى ناحيه بثبت كده زي ما كنا بنعمل اللانشون بالظبط، فكره اللانشون. وبعدين بعد ما اثبت دي اروح مثبته دي كده اهو ماشي، واروح عاملاها اسطوانه كده عكس بعض وازنقهم كويس قوي، وممكن تربطيها كمان. بس ادي شكله يا جماعه اهو، شايفين عامل ازاي؟ اهي بصوا مفيش فيها حرف خلاص. كل ما هتزنقي من هنا كل ما هيمسك في بعضه والحرف بتاع الفراخ هيدخل جوه الرول نفسه، مش هيبقى فيها حرف، حته حرف وحته لا. بصوا اهو لو قلتها لكم قدام الكاميرا كده مش باين فيها اي حاجه. افضلي ماشيها كده عشان تنعم معاكي اكتر واكتر. ادي اول واحده معانا، يلا نعمل التانيه بنفس التكنيك بتاع الشغل.